الموهبة أم الاختراع، شعار جسده الشاب علي الأحمد من أبناء بلدة الدرباسية بريف محافظة الحسكة، الذي استطاع تنمية هوايته التي يحبها وهي صنع سيارات تعمل على البطاريات بالتحكم عن بعد، إضافة لعمل مجسمات مميزة من مادة الكرتون. كنت أصنع سيارات صغار من لما عمري كان 14 سنة، مو عادي يعني، مو بدق التفاصيل بس عادية التشبيه. بعد كم سنة بلشت ساعد أبوي على السيارة وعلى الشحن، فقررت نفس أسوي نفس السيارة بالكراتين. فأولي كان في صعوبة بالتصنيع لأنه مواد غير متوفرة، فقررت أعمل بالكراتين وزبطت مشي الحال، وخلصت وحدة وكملت بالتانية. كل وحدة تطول شي شهرين ثلاثة، وعندنا 3 سيارات، فسويت مثل كل وحدة نفسها بالكرتون، تعمل على الجهاز لاسلكي وبطاريات وأضوية وتمشي على الكهرباء. الشاب علي أكد أن نجاح الخطوة الأولى لعمله هو المتابعة والمثابرة وشغفه لصناعة الآليات التي تعمل بالتحكم عن بعد منذ سن 14، مضيفا أن هذا الشغف دفعه لمتابعة تحقيق حلمه في الصناعة وابتكار مجسمات بأبسط المواد، مبينا أن الفكرة الأولى انطلقت أثناء مساعدة والده الذي يعمل سائقا للشاحنات. بشار الصغير، الأخبارية السورية، مدينة القامشلي.